السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أرحب بكم في قناتي وصفات زينة. كعك الطبقات المطبوخ بالبخار هي حلوى مصنوعة من دقيق التابيوكا الذي يشبه خاصية النشا من حيث إعطاء السماكة للمرق أو الحساء، لكنه يختلف عنها في أنه بعض النضج يشبه الجيلي في مطاطيته ولينه. هي حلوى معروفة في دول جنوب شرق آسيا، يعرف ب كويه لابيس أي حلوى الطبقات. وتجاوزا نطلق عليها كعك لأنها تتكون من عدة طبقات قد تمتد إلى 9 أطباق ملونة، ولا يدخل في مكوناتها البيض ولا مواد منتفخة كالبيكنج بودر أو البيكنج صودا. ولإعداد حلوى كعك الطبقات نحتاج إلى معرفة المقادير. أخلط المكونات الجافة كدقيق التابيوكا ودقيق الأرز والسكر والملح للموازنة. أما سبب إضافة دقيق الأرز لأنه كما قلنا دقيق التابيوكا بعض نضجه يشبه الجيلي المطاطي، وإضافة دقيق الأرز يجعله قابل للمضغ. أخلط المكونات الجافة مع بعضها بواسطة مضرب السلك، ثم أصب حليب جوز الهند بالتدريج وأقلب المكونات حتى تختلط مع بعضها جيدا. دقيق التابيوكا سريعة التجمد والتصلب، فينبغي التأكد من اختلاطها مع حليب جوز الهند خاصة التي تكون في أسفل قالب الخلط. أقسم الخليط السائل المتكون إلى 5 حصص في قوالب منفصلة، 4 قوالب ملونة بالألوان، والقالب الخامس نتركه سادة بدون لون. وقبل التوزيع والتقسيم يجب أن أقوم بخلط السائل مرة أخرى قبل تقسيمه، لأنه كما قلنا دقيق التابيوكا سريعة التجمد والتصلب. ثم أبدأ بتوزيع الخليط السائل في قوالب منفصلة، وكما قلنا أبقي قسم من الخليط السائل بدون تلوين، وألون بقية القوالب 4 بالألوان التي أختاره. كل لون أخصص له ملعقة خاصة بالتقليب حتى لا تختلط الألوان. أدهن قالب الخبز بالزيت جيدا في القاع وفي الجوانب.
كما قلنا كعك حلى الطبقات يخبز في بخار الماء، فنحتاج إلى استعمال قدرة التبخير، وأضع كمية كافية من الماء في القسم السفلي من إناء التبخير. بعد غليان الماء في القسم السفلي من إناء التبخير، أضع قالب الخبز في قدرة التبخير في القسم العلوي لتسخين القالب دقيقتين. أبدأ باللون الأبيض السادة أو كما تحب من الألوان. وقبل صب الخليط من المهم تقليب السائل حتى لا يترسب دقيق التابيوكا في الأسفل. أتركه يطبخ على البخار مدة 7 إلى 8 دقائق. بعد مرور 7 إلى 8 دقائق أرفع الغطاء وأتركه مكشوف لدقيقة أو دقيقتين، والسبب لأنه سيتكون بعض السائل الخفيف من لون الطبقة الأولى الناتج من تكثف بخار الماء، لذلك أترك الغطاء مكشوف لدقيقة أو دقيقتين حتى يتجمد بخار الماء فلا تختلط الألوان بين الطبقات. بعد ذلك أصب اللون المكون للطبقة الثانية وليكن اللون الأحمر، وقبل ذلك أقلب الخليط كما قلنا حتى أحرك دقيق التابيوكا المتجمد أسفل القالب. أصب الخليط الأحمر برفق، ونجد أن بعض اللون للطبقة الأولى موجودة لكنها قليلة جدا لا تؤثر على الطبقة الثانية، لأننا انتظرنا دقيقة أو دقيقتين قبل صب اللون الثاني. ثم أتركه ينضج على البخار مدة 7 إلى 8 دقائق. بعد مرور 7 إلى 8 دقائق أترك الغطاء مكشوف دقيقة أو دقيقتين. أقلب القالب الثالث وليكن اللون الأصفر حتى أحرك دقيق التابيوكا المتجمد أسفل القالب. أصب الخليط برفق وأتركه على بخار الماء مدة 7 إلى 8 دقائق. وهكذا نفعل في الطبقة الرابعة. وكذلك في الطبقة الخامسة والأخيرة، ومزيد من الصبر إذا أردت أن تعمل 9 طبقات. بعد صب الطبقة الخامسة والأخيرة أترك الكعك على البخار مدة 15 دقيقة حتى أتأكد من نضج جميع الطبقات الخمسة. بعد مرور 15 دقيقة أرفع قالب الكعك من البخار وأتركه يبرد تماما. بعد أن يبرد الكعك أضع بعض الزيت على وجه الكعك لأني سوف أقلبه ولا أريد أن يلتصق بأي سطح. باستخدام السكين أفصل جوانب الكعك عن القالب.
من الأفضل لبس قفاز بلاستيك لأن الكعك لزج ويلتصق حتى في اليد، ولكي أحرص على الشكل حتى لا يتشوه. ومن الأفضل أيضا قلب الكعك على كيس بلاستيك. ندهن السكين بالزيت قبل التقطيع حتى نتجنب التصاق السكين بالكعك أثناء التقطيع، ولا بد أن نتأكد من أن الكعك قد برد تماما. حلوى الطبقات هي حلوى جيلي يذكرك بحلويات الجيلي الجاهزة التي تأتي على شكل أشرطة حامضية ملونة وأشكال وأحجام، لكن هذه الحلوى التي أعددناها ليس فيها مواد حافظة ومكوناتها طبيعية. أعزائي المشاهدين، آمل أن يعجبك هذا الفيديو. لا تنسى عمل لايك وشير مع أصدقائكم، وتواصلوا معي في السوشيال ميديا الظاهر أمامكم. وإذا عندك أي استفسار لهذا الفيديو فاكتب في الكومنت وسيصلك ردي حالما أقرأه. وترقب الفيديو كل أسبوع باشتراكك في قناتي والضغط على زر الجرس. وإلى أن يحين ذلك الوقت، استمتعوا بالطبخ.